شاء الله. هذه الشعارات النبوية أهداها الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني في عام 1912 وذلك لتكون تكرمة لأهل نابلس عامة ولعلماء نابلس ولمفتي ديار العثماني الذي كان من دار البيطار. فهذه الشعارات مسجلة في المحكمة الشرعية وأنا قرأتها وهي موجودة إذ قام هذا السلطان بإهدائها ووصلت عن طريق القطار من حيفا إلى نابلس. ويحدث الذين كانوا في تلك الفترة أن كل بلدة كانت تمر عليها كان يخرج الرجال والنساء كلها ليستقبلوها ويتبركوا بها. الشعارات المحمدية هي عهدة لدى عائلة البيطار في مدينة نابلس، وهي وصلت الشعارات سنة 1914-1332 إلى مدينة نابلس. قام بعملية إحضارها من إسطنبول شخص يدعى حيدر توقان، وقام بتسلمها شيخ جليل هو الشيخ منيب هاشم، ثم قام بتسليمها إلى الشيخ رشيد البيطار الذي كان في حينها القاضي الشرعي لمنطقة نابلس وشمال فلسطين. أهدى إليه من قبل السلطان العثماني باحتضان ورعاية هذه الشعارات، وتم وضعها وتم على أن تنتقل رعايتها إلى ذريته وذرية ذريته من بعده. الشعارات قام عبد الحميد بتوزيعها، ثلاث شعارات لمدينة نابلس مثل هذا دمشق ومثل هذا بيت المقدس ومثل هذا مكة المكرمة وهكذا. لماذا أعطى هذه الشعارات لمدينة نابلس بالذات؟ لسببين أساسيين. السبب الأول أن المفتي الأستانة مفتي العام للدولة الإسلامية كان من مدينة نابلس المرحوم الشيخ منيب هاشم ومن العائلات الشريفة، إكراما لهذا الرجل قصت مدينة نابلس بهذه الشعارات. وكذلك لما لنابلس من خصوصية حيث أنها مهاجر سيدنا إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال